السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. اليوم نشرح درس البدل. البدل هو التبع المقصود في الحكم، يذكر بعد المبدل منه لتوضيحه ويتبعه في الإعراب. أيضا البدل هو من التوابع مثل العطف وأيضا البدل. الآن للبدل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو البدل المطابق أو بدل كل من كل. طيب أين يأتي البدل المطابق؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى بعد اللقب أو المهنة، فأقول حكم الخليفة عمر، فعمر جاء بعد اللقب، فعمر بدل مرفوع ويتبع المبدل منه في علامة الإعراب. أما المبدل منه فيعرب حسب موقعه في الجملة. هنا المبدل منه يعرب فاعلا. طيب ما علامة البدل؟ يمكن حذف المبدل منه، فأقول حكم عمر بالعدل. إن حذفت الخليفة أقول حكم عمر بالعدل. بالعدل أين اللام؟ الآن أول نوع يأتي بعد اللقب أو المهنة، فأقول جاء الأستاذ أحمد. جاء الأستاذ أحمد. ثانيا يأتي البدل يكون معرف بأل بعد اسم الإشارة. المعرف بأل بعد اسم الإشارة يكون بدلا، فأقول هذا العامل مخلص، فالعامل بدل من هذا. أستطيع أن أحذف هذا فأقول العامل مخلص أو هذا العامل مخلص، فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع المبتدأ، العامل بدل من هذا، مرفوع علامة رفعه الضمة، ومخلص خبر. ثاني شيء قلنا إذن البدل المطابق بعد اللقب أو المهنة، بعد الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة، أيضا إن تكررت نفس الكلمة مثل قرأت الكتاب كتابا نحوي. قرأت الكتاب كتابا نحوي. قرأت الكتاب أي كتابا نحوي، فكتاب هنا وضحت أي كتاب، وهنا بدل مطابق. أستطيع أن أحذف الكتابة الأولى فأقول قرأت كتابا نحوي. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. نفس الحالة. إذن البدل المطابق ثلاث حالات. الحالة الأولى بعد اللقب، المعرف بأل بعد اسم الإشارة هو بدل أيضا مطابق، وأيضا تكرر نفس الكلمة هو بدل مطابق. علامة البدل المطابق أستطيع حذف المبدل منه. المبدل منه دائما يعرب حسب موقعه من الإعراب، لا مشكلة. أما البدل فيتبعه في حالة الإعراب، فإن كان المبدل مرفوعا كان البدل مرفوعا، إن كان المبدل منصوبا كان البدل منصوبا. ننتقل إلى البدل الثاني أو نوع البدل الثاني، وهو بدل بعض من كل. بدل بعض من كل، وهو ما يكون البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه، ويكون في الأشياء المادية. هذا ما سنعتمد عليه في التفريق بين البدل بعض من كل والبدل الأخير الذي هو بدل الاشتمال. إذن يكون في الأشياء المادية. بدل بعض من كل هو جزء مادي، جزء مادي. لأن أقول تعلقت بأخي ذراعه، فذراعه بدل من أخي، مجرور علامة جره الكسرة، الهاء مضاف إليه. وهذا البدل أسميه هنا بعض من كل. لماذا؟ لأن الذراع هي جزء من أخي. انقطع الكتاب غلافه، فغلافه جزء من الكتاب، لذلك هو بدل بعض من كل. وأيضا عندنا حالة التفصيل، عندما أقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فالمرأة هنا بدل بعض من كل، وهنا هنا هذا البدل هو بدل تفصيل، بمعنى أنا أفصل في هذا التفصيل، فأنا أعرب الاسم الأول بعض من كل. والآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهو بدل الاشتمال. قلنا أن بعض من كل، أن بدل بعض من كل يكون في الأشياء المادية فقط، أما بدل الاشتمال فيكون في الأشياء المعنوية فقط، فهو ما يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه، وليس مطابقا له ولا جزءا منه، وغالبا يكون معنويا. يكون إيه؟ معنويا. فأقول أعجبني الولد ذكاؤه، فالذكاء معنوي لا يلمس باليد. إن كان الاسم لا يلمس باليد أسميه اشتمال، بدل اشتمال. سمعت الطائرة صوتها، فالصوت لا يلمس باليد. كل شيء معنوي لا يلمس باليد سأسميه بدل اشتمال. بدل اشتمال وهو يتبع المبدل منه في حالة الإعراب. إذن الفرق الأساسي بين بدل الاشتمال، هناك كثير من الأقوال، لكن الفرق الأساسي أن بدل الاشتمال معنوي، بينما بدل بعض من كل هو مادي. هو مادي. هكذا ننهي البدل بعد أن قلنا أن البدل ثلاثة أنواع: البدل المطابق، كل من كل، بدل بعض من كل، وهو يكون في الأجزاء المادية من المبدل منه، وبدل الاشتمال ويكون معنويا، ويكون معنويا وهو الأساس في التفريق بين البدلين
بعض من كل والاشتمال، أن الاشتمال معنوي، أما بعض من كل فهو مادي، وهو أهم فرق بينهما أنه معنوي والآخر مادي. أتمنى لكم الفائدة، إن شاء الله انتظرونا في الدرس التالي وهو أسلوب المدح والذم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.